ثم تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، فقام بزيارة إلى صرح ميثاق العمل الوطني، حيث كان في استقبال جلالته سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وكبار المسؤولين في الوزارة ورؤساء الجامعات وعدد كبير من الطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والجامعات. وقد شارك في الاحتفال عدد من طلبة مدارس مملكة البحرين الحكومية والخاصة الذين تغنوا بالمعاني الوطنية وبالفخر والاعتزاز بمملكة البحرين وبقيادتها الحكيمة وبذكرى الميثاق الوطني ومعانيها العزيزة في كل وجدان، وجدان كل مواطن وفي. بالمناسبة تحت عنوان وقع بقلبك للشاعر عقيل جعفر، ومن إلقاء الطالب السيد ناصر السيد فيصل القصاب من المعهد الديني الجعفري. وقع بقلبك، هطلت على البحرين أمواج العلا، فغدت على علم الملاحم مشعلا، في كل بحر من بلادي لوحة كتبوا بها إما أوال أو فلا، الفجر فيها قد أقام بلاده، والنور حصحص والظلام قد انجلى، مرج الإله بفضله وجلاله، بحرين يلتقيان فوق ربى الفلا. فأصخ فأصخ ستسمع للهدير قصيدة
وانظر ستشهد في الضفاف تأملا، واعلم بأن بها مليكا صرحه بضيائه وبناظريه تكللا، حين اعتلى العرش المطرز بالنقى، عرش الحضارة فوق قامته اعتلى. فهلال ثغرك يا مليك قلوبنا للعيد أضحى والرخاء منازلا. قالوا لكل زمان كانت دولة، وأقول إن لك الزمان تدولا. هذه المواثيق العريقة هاكها من معهد الإخلاص تنبع بالولا، فإليك ها قد طرت باسم الجعفر وبعثت أغنيتي مجازا مرسلا، تروي أساطير النضال سطورها لتعيد أمجاد الحضارات الأولى، لتقيم كونا في سماه وسؤددا عال عليه ستاره، لن يزدلى عهد به الإصلاح، عهد به الإصلاح شيد موطنا وتلا من المجد الميسر ما تلا، فمن اعتدى وعلى جحيم قلاعها وطأت يداه بنار غيرتها اصطلى، ومن ارتجى بالطيب حبة خردل منها إليه الجود هم قوافلا، ومن ارتجى بالطيب حبة خردل منها إليه الجود هم قوافلا. فبوصف بعضك كل شمل حائر، فسل الفرزدق موطني والأخطلا، فكأن بحرين البطولات الصفا تنساب والمروى تفجر جدولا، بحران بالبحرين ضمن قصيدة بالمد والجزر الأصيل تساجلا، مستفعل نبضات قلبي قد غدت مستفعلا، حتى حروف النفي لو سئلت أتت، لاعاتها امتثلت تصيح بلا، والريح حافية تهب بأرضها، لو مرها الوادي المقدس أجفلا، ولراح يخلع سفحه متهجدا ويطوف حافل ما سعى متنعلا. يا أيها التاريخ بين ضفافها، طف ثم وجه شطر وجهك للصلاة، واحفر على صدر الزمان حروفها، بحرين وارسم بالفؤاد تغزلا. وقع بقلبك فوق أسطر عهده، بعد الجمال غدا سنحيا الأجمل، بعد الجمال غدا سنحيا الأجمل. والسلام عليكم.
الختام نقدم لكم أوبريت بعنوان ميثاق ملك من أداء طلبة مدارس الرفاع الشرقي الابتدائية للبنات وفاطمة بنت الخطاب الابتدائية للبنات والقيروان الإعدادية للبنات ومدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين. كلمات الشاعر علي الشرقاوي والحان الأستاذ جاسم محمد بن حربان، غناء كل من محمد عبد الرحيم ومحمد الكعبي وجابر التركي، وأشرف على التدريب هنادي اسكندر، نوف الحجي، إيمان حسن، أميرة القرآن، شريفة رواعي، لينا ماجد، عائشة العوضي، فاطمة فولاذ، عزيزة إبراهيم وأحلام يوسف الضاعن. أمتعوا الأوقات. بحرين يا ضمة بحر يا ريحة الأجداد، زرعها كل من حبها ورواها كل فار، حبك لنا طول العمر مثل الهواء والزاد، أهل الدنيا ما مثلك أبد والله أي بلاد. حبك لنا طول العمر مثل الهواء والزاد، أهل الدنيا ما مثلك أبد والله أي بلاد.
وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن سعادته بمشاركة الطلبة في هذا الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني الذي جسد تلاحم شعب البحرين الوفي مع قيادته، كما جسد أيضا وحدة الصف الوطني الذي عبر عنها التصويت التاريخي على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4%. كما جسد أيضا وحدة الصف الوطني والذي كان حدثا تاريخيا نعتز به جميعا، وأعرب عن شكره وتقديره لوزير التربية والتعليم ومنتسبي الوزارة والجامعات بكافة مستوياتها لما أبدوه في هذا الاحتفال من شعور صادق تجاه وطنهم العزيز، مؤكدين من خلال هذا الاحتفال اعتزازهم بميثاقهم الوطني الذي كان وسيبقى رمزا لوحدة شعبنا العزيز. كما أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره للطلبة والطالبات والهيئة التعليمية على هذا الاستقبال، متمنيا لهم جلالته استمرار التوفيق والنجاح. من جانبه عبر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم باسمه وباسم جميع منتسبي الوزارة عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على هذه اللفتة الكريمة التي تفضل بها جلالته بمشاركة أبنائه الطلبة فرحتهم واحتفالهم بالميثاق الوطني، تأكيدا من جلالته يحفظه الله على ما يوليه للأجيال الشابة من أبناء البحرين من كريم العناية والرعاية باعتبارهم أجيال المستقبل وحسن الوطن الحصين. We're gonna make it.
هذا وكانت وزارة التربية والتعليم قد نظمت احتفالا كبيرا في صرح الميثاق الوطني، شاركت فيه المدارس الحكومية والخاصة وطلبة جامعة البحرين والجامعات الخاصة ومعهد البحرين للتدريب ومركز رعاية الطلبة الموهومين، حيث بلغ عدد الطلبة حوالي 6000 طالب وطالبة. وتضمن الاحتفال عددا كبيرا من الفعاليات الوطنية، الفعاليات ساهمت في إعدادها إدارات الخدمات والتربية الرياضية والكشفية والمرشدات وإدارة التربية الخاصة والإدارات التعليمية المختلفة ومركز رعاية الطلبة الموهوبين، حيث خلال تنظيم معرض شامل للإنجازات التعليمية والتربوية التي تحققت في ظل ميثاق العمل الوطني بفضل الدعم والرعاية التي تحظى بها التربية والتعليم في ظل القيادة الحكيمة، إضافة إلى تنظيم معرض للعادات والتقاليد البحرينية الشعبية وسوق عقاد للمسابقات الشعرية بين الطلبة الذين تغنوا بالوطن بذكرى الميثاق. احنا اليوم نظمنا فعالية شارك فيها آلاف من أبنائنا الطلبة، وهذا جزء من أنشطة تهدف إلى تعزيز وتوثيق العلاقة بين أبنائنا الطلبة أيضا، وكذلك أيضا كما هو معروف أن وزارة التربية والتعليم تقدم حوالي 420 نشاط في مجال حقوق الإنسان والمواطنة، إضافة إلى أكثر من 3000 نشاط طوال العام الدراسي. اليوم اشتمل هذا الاحتفال على أعمال فنية متميزة، مسابقات شعرية، مسابقات رياضية، وأيضا فرصة احنا تعمدنا أن يكون في هذا المكان الوطني لكي يجد أبناءنا الطلبة ذكرى أبنائهم وذكرى أبائهم، وفي نفس الوقت زملاء يجدون أيضا ذكرى أبنائهم في هذا المكان الكبير الذي نجد فيه ذاكرة للوطن.